حكم الزوجة المنانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الصحابة: وكرروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان.